إلى عباس البياتي، شاهدوا آخر صيحات عباس البياتي. حكمة السيد عمار الحكيم. إيه؟ طيب إيه؟ الحكمة، حضرتك مرشح على هذه الانتخابات، ودولة القانون، ودولة القانون والنصر، والسائر خمسة، صرنا خمسة أصحاب الكساء، إحنا خمسة أصحاب الكساء. طيب. أولنا النصر وبعده القانون ثم الفتح والحكمة والسائرون. جميل، إذن السؤال هو أنت مرشح في هذا؟ جميل، الاستشهاد بما يعرف لدى كثيرين من الشيعة بأصحاب الكساء وإسقاط هذا المصطلح على تكتلات سياسية وهذا الاستغلال غير المقبول من كثيرين قوبل بحالة سخط كبيرة ولم يعدونه جميلا. نتابع. والسائر خمسة، صرنا خمسة أصحاب الكساء، إحنا خمسة أصحاب الكساء. شنو 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 ما سمعت. بس فرد لحظة، بس قبل نذكر كلمات أصحاب الكساء، شفتوا ايش قال على عمار الحكيم؟ الحكمة 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 ولك تافه. خلونا نرجع لموضوعنا، شنو؟ احنا خمسة أصحاب الكساء، انتم منو؟ لا لا حقيقة انتم منو؟ انتم الآن السماوات تلعنكم. انت عباس البياتي بالقيامة تقارن نفسك به بحديث أصحاب الكساء، هذا الحديث المقدس اللي احنا دائما نحاجج به. زين انتم كتل سياسية تقول خمسة وأصحاب الكساء هم خمسة، النبي محمد والإمام علي والإمام الحسن والحسين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم. انت وين من ذولة؟ زين محقولة خلصت الوسائل، خلصت البطانيات، خلصت كل الوسائل جذب المواطن وخمسة خمسة خمسة وهاي السوالف، اجيتونا الآن في عام 2018 وتقول احنا نفس أصحاب الكساء؟ لك تافه، لك تعبان، ولك انت لابس القاط، لابس القاط ومبين مبين من شكلك، من شكل مال واحد ما اعرف حرامي.